شوميله يم الهدب راعي الحدب شوميله شيخ نتنوم سلابته وقفاته شوميله شوميله يم الهدب راعي الحدب شوميله شيخ نتنوم سلابته لابته وقفاته شوميله مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قنوات الكأس الرياضية في كل مكان بسلسلة حلقات استثنائية من خلال الحصيلة التي ستسلط الضوء على مهرجان كأس آسيا للهجنة العربية الأصيلة. نحن تواجدنا في ميدان الشحانية ورصدنا كل الصورة بكل تفاصيلها، لكن دعونا نبدأ بأبرز العناوين. أقرب معزز الجربوعي يسجل أفضل توقيت في الفترة الصباحية لعبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوعي المري على فوز معزز وتحقيق للإنجاز، تهانينا. توقعات المشاركين عن أشواط الكؤوس إن شاء الله إذا الله كتب لنا ما ناخذ الخير حاسن بإذن الله كل شيء بإذن الله حاسن بن جبران يطير بأقوى أشواط الحقائق البكار على ظهر بطشة مين جهة كيلو ونصف أنا ضامن الفوز ما شاء الله صار يبارك فيه البريدي يفي بوعده ويقدم الزعيم الذي أسعده بواحد من أروع أشواط القعدان وجدت نار ها؟ نار إي بالله نار مملع ينضم إلي مشاهدين الأعزاء محلل قنوات الكأس سالم بن حمد السالمين يا مرحبا فيك يا مرحبا يا أخي مشعل سعيد جدا بوجودك أنا سعيد الله والحمد لله على السلامة الله يسلمك طبعا افتقدتك الفترة اللي راحت لكن الحمد لله أن جت بطولة طال عمرك وخلتنا نشوفك مرة ثانية الحمد لله رب العالمين البطولة هذه بطولة غالية على الجميع نعم
والحمد لله رب العالمين كنا حريصين على انكم متواجدين فيها يا اخي. دائما طال عمرك متالق ودائما متواجد. لكن يغيب عنا واحد من الاصدقاء الاعزاء طبعا حميد الجنيبي حقيقه نظرا لظروف عمل احنا حميد ما نستغني عنه على الاطلاق حقيقه ووجه له تحيه الان على الهواء مباشره لكن ربما لظروف عمله ما قدر يكون متواجد معنا لكن هو معنا اكيد بقلبه وبكل مشاعره نحن نعلم ذلك صحيح. صحيح ما يحتاج اخ حميد اربع ايام ما راح يكون معاك اليوم والله ان شاء الله بدنا نكفي ونوفي ولو كان موجود بعد يكون اسعد لنا بعد وجوده يعني مكانه بيكون شاغر كفو كفو يذمتي فيك وفي الله يحفظك الله يسلمك. قبل يعني فتره ليست بالقصيره حقيقه منتخبنا الوطني ورجال قطر ورجال تميم المجد ونسونا واسعدونا واسعدوا كل العرب الشرفاء حقيقة بإنجاز تاريخي ربما للمرة الأولى يحقق النجوم منتخبنا الوطني وهو نعلم جيدا هو بطولة كأس أمم آسيا وتزامنا مع ذلك الحدث الكبير الأخوان والمحبين لرياضة الأباء والأجداد حقيقة يريدون أن يحتفلوا بهذه البطولة وهذا الحدث الكبير من خلال ميدان الشحنية وحقيقة عملوا مهرجان وجوائز عينية كبيرة حقيقة احتفالا بما تحقق وهذا هو المهرجان الذي سنطل من خلاله عليكم وإن شاء الله نكون طال عمرك أيها المتابع العزيز أننا في الصورة المثالية يا رب العالمين نتمنى ذلك لكن هذا المهرجان أكيد له ذكريات عزيزة على الجميع وبالتالي التقرير التالي سيضعكم بالصورة كاملة نعم النهر غير مجراه والتاريخ غير مساره ليعرف الكل قيمة العنابي ومقداره كأس آسيا لكرة القدم راودت الجميع انشغلت بها قلوب المنتخبات الآسيوية وداعبت المنتخب القطري فلم يتوانى العنابي عن احتضانها والفوز بها استطاع العنابي أن يعرف للنصر طريقاً واحداً خلال المعترك الآسيوي فمشى بخطى ثابتة نحو اللقب الأول له في تاريخه فوصل إلى مبتغاه ومحققاً مسعاه بعد طول انتظار لجيل استطاع أن يرسم ابتسامة على محيا وعشاق الأدعم ابتسامة أمل لمحبي الساحرة المستديرة في القارة الصفراء انعكست على كل المنتخبات بأن زمن الكبار قد ولى وفات نجاح ليس وليد الصدفة بل بتخطيط مسبق وقيادة رشيدة على كل المستويات ومن لم يعي ما نقول يسترجع ماضي الكأس الآسيوية لتجد الإجابة الشافية والوافية أن عنابي الشباب هو سيد آسيا في 2014 والمنتخب الأولمبي صاحب برونزية آسيا 2018 وأن المنتخب القطري هو الرقم واحد بآسيا في 2019 عام سيكون له ذكرى مجيدة وأمنيات جديدة بعد مثابرة وجهد لسنوات وبعدما اجتاز الصعاب محققا الفوز على أعتى وأقوى المنتخبات ليحقق إنجازا يصعب على الكثيرين تحقيقه إنجاز جعل من أهل قطر يستحدثون مهرجانا جديدا رصدت له جوائز عينية كبيرة إنه مهرجان آسيا للهجن العربية الأصيلة والتي ستكون فيه الإثارة متواصلة على ميدان التحدي بالشحنية ليعبر عشاق رياضة الآباء والأجداد عن فرحتهم بما تحقق من إنجاز آسيوي كبير هذه هي مشاهدينا الأعزاء الحكاية التي كما ذكرنا قبل قليل عملوا من خلالها الأخوان المحبين لرياضة الأباء والأجداد هذا المهرجان الذي نظهر من خلال الحصيلة لتسليط الضوء على هذا المهرجان لكن اليوم طبعا كانت بداية المهرجان وكان في إثارة في الصبح وكان في إثارة أكبر في المساء فدعونا نبدأ الحكاية في الفترة الصباحية
طيب مشاهدينا الاعزاء خلونا نتحدث شوي بلغه الارقام، واحنا حقيقه قبل كل شيء راح نربط كرة القدم على اعتبار أنه مهرجان لآسيا بكرة القدم ومهرجان آسيا للهجن، يعني اللي يحبون الكرة راح يشوفون معلومات واللي يحبون الهجن راح يتابعون معلومات، فمن الصوبين احنا شغالين. لكن خلونا نبدأ في البداية مع المعلومات التي توفرت لدينا. 37 شوط اليوم، عدد المطايا وصل إلى 986 مطية، المسافة 4 كيلومترات. سالم العدد مش قليل ها؟ لا العدد يعني السنة أكبر عدد شفته يعني. نعم عدد كبير في يعني قريب الألف بالضبط، يعني تقريبا قريب من الألف، عدد كبير حقيقة، وهذا كله احتفالا بهذا الإنجاز الكبير. التوقيت الأفضل الذي سجل اليوم في الفترة الصباحية كان في الشوط 14 مع معزز المملوك لعبد المحسن بن سالم الجربوعي. معزز سجل 5:50 و54 جزءا من الثانية. في الفترة المسائية التوقيت الأفضل كان في الشوط الثامن مع لوسيل ملك محمد بن ناصر بن محمد بن مبارك آل شافي. لوسيل سجل 6:02 من الثانية حقيقة، وهذا التوقيت الأفضل في الفترة المسائية. اليوم احنا نبي نقول لكم نقطة مهمة جدا راح تعرض الآن أمامكم على الشاشة العملاقة. تعرفون أنتوا منتخبنا وصل إلى المباراة النهائية بعد 5 أدوار، الدور الأول بعدين الدور 16 بعدين الدور ربع النهائي ثم الدور نصف النهائي ثم النهائي، وبعد ذلك وصل. واليوم احنا حطينا الحقائق سن يعني الدور الأول واللي جاية دور ال 16 وأيضا الجذاع شوط أو دور ربع نهائي والنصف نهائي الثنايا، والحيل هو المشهد الختامي. وبالتالي من استطاع أن يتوج بالدور الأول كان سالم بن جابر الجربوعي والأخ جار الله بن جابر بن جار الله بن ذروة البريدي، هم من استطاعوا أن يحققوا الدور الأول كما حدث في كرة القدم. كرة القدم احنا فزنا على لبنان 2-0، فزنا على كوريا الشمالية 6-0، وفزنا على السعودية 2-0 في الكرة فزنا، وفي الهجن الجماعة اللي هناك هم اللي استطاعوا أن يحققوا. طبعا بكرة عندنا العراق، احنا فزنا عليهم في الدور ربع، فمن راح يكون على الموعد هذا راح نتابعه اكيد في مستقبل الحلقة. خلونا نشوف ايضا بروفايل من استطاع ان يحقق الرموز اليوم او شوطين رئيسيين في الفترة الصباحية. في البكار كانت الشايبة المملوكة لخالد بن عبد العزيز السالمين السويدي في شوط البكار، بينما شوط القعدان الرئيسي في الفترة الصباحية ذهب مع السيل المملوك لعبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي البريدي، واستطاع أن يكون على الموعد، لكن معزز هو صاحب التوقيت الأفضل. مع معزز عبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوع المري تقدم وانطلق مباشرة، ولكن اسم جديد يتدخل في دائرة الصراع والنزاع، وصل قابس لمحمد بن حمد بن صالح بن سعد النابت على المركز الثاني بأول نداء مباشرة، وصل إلى موقع التحدي والمنافسة. معزز وقابس، قابس هنا، قابس ومعزز، معزز بن جبران، قابس النابت في منافسة من أجل الناموس ومن أجل الجسار، ولكن معزز عبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوع المري يتقدم ينطلق مع الصدارة، ما زال محافظا على مقدمة الشوط. قابس على المركز الثاني يواصل مسيرة الضغط لكي ينتزع الناموس بقيادة محمد بن حمد بن صالح بن سعد النابت، ولكن بن جبران واللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة، معزز 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 يقترب من الناموس، يعزز هذا الجسار في هذا التحدي في هذا الانطلاق. بن جبران يزيد من الإنجازات، يزيد من التحدي والمنافسة مع معزز الذي ينطلق ويحقق هذا الانتصار. تهانينا لعبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوع المري على فوز معزز وتحقيق الإنجاز. تهانينا. طيب الناموس لبن جبران حقيقة هذا الإنجاز، لكن سالم التوقيت 55، يعني توقع كم تعطي تقدير هذا؟ والله يعطيه تقدير امتياز، التوقيت هذا ما يجيبه الا مطيه السبوك ما شاء الله تبارك الرحمن. والقعود معزز اليوم يعني كان قعود استعراضي، استعرض سجل توقيت قوي من اقوى التوقيتات اللي شفناها في السنه. هذا دليل
شفت الاعداد اللي موجوده؟ نعم. هي قريب 1000 مطيه موزعه على 36 شوط، يعني الشوط يكون قريب 30. كان يعني اشواط فيها اثاره. شوف الاشواط عندك فيها عدد، سمعت؟ لما تطلع قعود مثل ذا القعود يجيب التوقيت كثره الحلال والسبق، يعني يصير فيه ضغط في الشوط، يصير فيه تيمات. هذا الشوط يعني اقوى حتى من اشواط الرموز، الاسامي الموجوده فيه، القوه، الاستعراض، القعود اللي كان ينافسه كان فيه استعراض بين القعودين، هذا اللي خلى القعود يتيم. اها، ما حد كان حوله معزز يعني في الشوط هذا؟ لا لا، فيه القعود اللي هو القعود النابض صاحب المركز الثاني. صاحب المركز الثاني قعود مو بسيط وادى، سمعت، وضغط على القعود. لكن معزز كان ثابت، والقعود الثاني بعد ما قصر، ادى يعني اداء قوي. وفي قاعدين بعد في الشوط. نعم. قاعدين قويه، والشوط هذا فيه عدد. وفيه كم وكيف، فيه سبق. حلو. وفيه طال عمرك، شوف ما سبق مطيه بتيم عادي. سبق قعود بتيم. نعم. يعني كثره الحلال وقوه المنافسه حتى بالمراكز اللي وراء. شوف تغير، فيه تغير بالضبط في المراكز، في تبديل. اي نعم. وفي فيه سرعه في الشوط. لكن خذ القعود الشوط اللي كسر التيم، ولا القعدان كلها اللي معه قعدان قويه وسباق. نعم. لكن معزز في النهايه استحق ان يكون على الموعد. نعم. ويسجل افضل توقيت في الفتره الصباحيه. احنا نقول مبروك اكيد لصاحب المركز الاول بن جبران، وهو يستحق ما في شك في ذلك، وجماهيره على هذا التألق. اشواط اخرى ايضا كانت موجوده في الفتره الصباحيه، من حق من أنجزوا أن يتابعوا أبرز النتائج التي سجلت في الفترة الصباحية. تحدي وشومك حاني حان، يا هلا الهجني كل يحتزم للوعد. طيب مشاهدينا الأعزاء، هذه أبرز النقاط التي رصدت من خلال الحصيلة للفترة الصباحية. احنا دائما نحث الكل انه يكون متواجد في الرموز، حتى سالم بن حمد بن سالمين يتفق معي، صحيح؟ صحيح، انه يروحون يقدمون للرموز. اللي عنده نوعية وعنده مطية سبوق ودك انه يروح في الرموز، يروح الرموز على طول، صح؟ ما تروح تقول لهم لا تسمعون شور مش على الله يجزاك خير. اوقات الحين خلاص وقت ربطه اللي بيروح في الرموز واللي بيروح في سيارة. أيوة. خلاص لا والله لا، ما عاد عقبها لا مقير. نعم، لأن الأضواء كلها تكون في الرموز، الدنيا كلها تكون، الإثارة تكون في الرموز، حتى المشتريات للأمانة أغلب الناس يكونوا متواجدين في الرموز، لأن الكواليتي النوعية ولك صورة أكيد في الحلال الآخر، لكن هل الرموز لهم نكهة مختلفة؟ تتفق معي صحيح؟ نعم أتفق معك، وأتمنى الحين في المهرجان هذا ان اصحاب المؤسسات يغتنمون الفرصه يشوفون النوعيات هذه. بالضبط. خلاص عقبها يقيضونها مثل ذي الحشوه اللي جايبها تيام. يعني نوعيات قويه هذه. بس انا شفت شعارك اليوم في الشوط سابع ولا ثامن، انا والربع كاني شفت شعارك. انت راصد لا علي مروان، انا والله ما ادري، انا شفت شعار برتقالي بس ما ادري هو لك ولا لا. انا طال عمرك الحين في تحفظ، اذا شوف الحين الشوط ينقسم نصين. نعم. الخمس الاولى وباقي الشوط. ايوه. يقربون ان شافوا نفسهم قدام قادرين على الاول، ولا طال عمرك يسهل الطريق الباقيين. لا بس سالم بامانه والله اني شفت شعار اليوم برتقالي للامانه، اكون صادق. خامس وسادس يعني شعارك. اي نعم. اي وليه ما تقول لي الناس تروح؟ ما قدرت على الرموز. ها؟ ما قدرت على الرموز. اشواط السيارات يعني ارقام متقدمه. ولكن فيها مشعل، فيه اعداد. يعني مو مثل المهرجانات الاخرى، الاعداد كثيره. وفيه منافسه اكثر من اي مهرجان. مهرجانات في هذا في كاس اسيا. اي نعم في كاس اسيا. الكل
يعني خلاص نهاية موسم. أي. الكل نزل مطيته مع عقب وتوقيته ممتاز مع التحدي. أيوة. سمعت اللي ما عنده مطية متأهلة يركب حلالة خلاص، والجو بارد يعني ما في حرارة بالضبط. ما الجو بحار، لو تلاحظ الليلة أمطار، البارحة أمطار، كلام سليم، الجو اليوم مناسبة يعني. عامل الجو الصباح اليوم الجو حلو، والليلة يعني مركاض العصر بعد الجو حلو. الناس يعني ما بعد جاء الحر، لو أن الجو درجة الحرارة كانت في الأربعينات كان نص الحلال ذا ما هو براح، صادق، خاصة الحشوان أهلها. لكن شافوا الجو ممدي والحمد لله رب العالمين. حلو، وتوفيق من الله أن مهرجان آسيا يصادف جو زين والعالم كلها تشارك. نعم. أنت جيت وين؟ رابعة خامس وسادس، هذه السن الصغير، لكن إن شاء الله المطايا اللي قوية تبدأ إن شاء الله من بكرة في آسيا. هنا الله يعطيك الحلال كله ركضنا. كفو الحلال ما عاد بقى كل في الرموز، لو العمال لهم سباق ركضناهم بعد في الرموز ولا لا؟ في شيء في الرموز وفي شيء مو أمشي شيء في الرموز، أنت عارف نركز إحنا على الرموز. زين، الفترة الحديث الكبير أكيد في الفترة المسائية، لأن إحنا كنا نتكلم الآن عن الرموز وبالتالي حكايتها بدأت الآن. مرحبا أخو محمد، الله يهديك، الله يرحم والديك، بيض الله وجهك. ناموس 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 المطلع على الموعد، على الموعد. عصاب طال ناموس ناموس أبو محمد. ايش قلنا لك حنا؟ قلت لي ثلاث مرات وباقي الرابع ان شاء الله. الله طماع، لابد من الطمع. الله لابد من الطمع، سبتنا الحمد لله ثلاثة. أيوة. باقي الرباعية ان شاء الله. وبحت تجي بنسوي لك استوديو هنا في العزبة. ما أجمل الفرحة حقيقة والسعادة وانت شايل رمز ولا شايل سيف ولا شايل بطولة، شيء جميل جدا، شعور لا يوصف حقيقة. لكن سالم أنا بسك سؤال الله يحفظك، عن البعض يتحدث الآن بأن النخبة في الأعمار هذه كلها مش موجودة، فبالتالي أتت فرصة اليوم. نحن شفنا عالم مش طبيعي حقيقة، من ناحية الجماهير، من ناحية المشاركين، من ناحية الأعداد. لكن تتفق مع من يقول ذلك بأنه ربما الجماعة أو the best الأفضل راحوا للتحدي وفتحوا المجال للآخرين؟ اللي راح التحدي يعني مطيع المرشحات الأفضل. أوكي، لكن في حلال ما راح للتحدي، حاصل على سيارات. يعني الحين أنا إذا وصلنا لبعض الأشواط، أشواط الرموز، لا أنا أتكلم بشكل عام. لا لا لا، في في حلال واجد كلها حاصل على سيارات، واللي حاصله طال عمرك واللي يعني مهم مركض في الرمز وعنده مطيه سبوق بيركضها في المركاض العادي. يعني هذا ما يبغى يركض، يعني هذه لا تقاس، يعني نقطة انه والله انت تاخذ من كل شوط ثلاث اسماء، الاول والثاني والثالث للتاهل. وبالتالي يعني لو نقول الحقائق في كل شوط من المؤسس والامير الوالد والامير راحت للتحدي ففتحت المجال. انت تتكلم عن 12 ولا 14 حقه، في نوعيه وفي نوعيات موجوده لو تروح للتحدي سبقتها للتحدي. حلال طال عمرك اسمه زين، وين ما تاهل، هو ما تاهل الله يحفظك، كنا متاخر يا مشعل. انت لو تشوف مثلا القعود اللي جاب التيم هذا، وقعود بن شافي، وفي طال عمرك الشايبه بالضبط، وفي طال عمرك بعد في ارقام صح، في تواقيت الزعيم، وفي اسامي كثير يعني. في اذا تطرقنا لها الحين. أيوة. جاء وقت انا ما ابي يعني بالضبط بالضبط، لكن انت تتكلم الحدث. انت يعني ما تتفق مع من يقول ذلك هو خلاص اوريدي انها طلعت المطيه المتاهله. لكن المطايا اللي تأهلت من وين جايه؟ جايه من الأشواط هذه. بالضبط. الأشواط هذه عاد فيها خير. إيه، لكن اسمح سالم، إذا كانت يعني اسمح لي، هو ما أنت بعد الرجل، إذا كان في، أنت فهمت الحين عندي ثلاث اللي موجودة الحين النوعيات. أيوة. إذا ما كانت مثلها أقوى وقادر على مقارعة الجماعة اللي في التحدي. زين وينهم عن الأسماء يوم كانت ذولا موجودة متأهلة، المطايا المتأهلة وين الجماعة ذولا؟ مشعل، هي بعض الحلال اللي تأخر. بعض الحلال طال عمرك رعية يبغى منه سيارات، الحين احتد على إنه يركضها في الأشواط الرئيسية. سمعت خلاص يعني. بعض العالم يقول لا، في اسماء، في نوعيات، يكون عندي تحفظ مطيتي ما ابغي. لكن كل مطيه الحين خذت، اذا ذكرتها جينا أيوة عندها بذكرك بها، كلها حاصله على سياره وسيارتين وثلاث سيارات في هالسنه. يعني مطايه قويه. حلو، مطايه يعني قادر على الرموز. يعني هذه ما لها شغل في موضوع التاهيل. ما شفت مطيه وليد الصدفه جات خذت رمز. كلها الحين يعني. لكن سؤالي هذا، يعني انت ما تتفق مع انه المتاهلات للتحدي اعطت فرصه للاسماء هذه انها تاخذ رموز؟ ما تتفق مع من يقول ذلك؟ لا لا ها؟ لا
في حلال سباق المتاهلات للتحدي سباق أيوة وراحت لكن الاسامي هذه أيوة يعني المتاهلات للتحدي كم بتجيب؟ بتجيب 30؟ بتجيب 49؟ ما هي بكسر ال 50 شفت تيمار بالضبط اي صحيح هذا الافضل. انا في السن هذا اقول انه لا يمكن يتكلم عن السن الكبير ممكن اني اوافقه لكن في السن الصغير أيوة سن المفاجات هذا وسن الحلال حلو يعني انت تتفق معاه في السن الكبير لكن السن الصغير لا اي نعم يعني هذا اللي بيض الله وجهك هذا النقطة اللي احنا نبي نوصل لها. زين خلونا نشوف هل الهجن احنا قلنا لكم دائما احنا ترى نطلع معاكم الساعة 1:12:30 تقريبا الظهر عبر قنوات الكأس 2 ونأخذ بعض اللقاءات حقيقة قبل الانطلاقة في تفاؤل كبير وكثير لكن عجبني البريدي حقيقة قال سأعمل لقاء معك بعد التتويج وهذا ما تحقق. نتابع اللقاءات. أنا جاتني علوم طال عمرك أنت وأخوك في الشوط الرئيسي الله يحفظك إن شاء الله إن شاء الله يعينكم على بعض لا هو بيجي ثاني وأنا الأول إن شاء الله لا ماضي من يوم شفته يلف وأنا داري إن الوضع مو بسهلك لا ناوي على الرمز هو ناوي وحنا ناويين وعلى الله التوفيق أيوة. إن شاء الله شلون يعني راح يكون التنافس بينكم؟ والله التنافس يعتمد على اللي ان شاء الله يعني توفيق الله واللي بتطلع قدام راعيها بيكون ان شاء الله ما قد تقابلتوا مع بعض لا والله ما قد تقابلنا يعني الحمد لله مناسبه طيبه ايوه وان شاء الله انت يعني ما قد تقابلتوا قبل في شوط هذا اول مره تقابلون انتم والله انت قابل ولكن شوط اتكلم لا شوط اول مره نعم. شوط رمز بعد وهذا شوط رمز الله يعين شو مقدم لجمهورك العزيز البكرة اللي مقدمة البكرة رمسة أيوة وبكرة يعني الحمد لله إن شاء الله فعلها الناموس اليوم إن شاء الله قادرة والله تقول الحقيقة جاهزة شبه جاهزة إن شاء الله شبه جاهزة وإن شاء الله شبه جاهزة تروح تركب سيارات لاحظنا عليها شيء بسيط وهي جاية أيوة. ولكن قلنا ما عاد مرجعينها إن شاء الله بنشركها مسجل في الرمز ونتمنى من الله التوفيق منو أخطر اسم عليك؟ والله الأسامي كلها خطيرة وفيها هيجين سبك في بكرة عند المسند اسمها العابرة وبكرة عند ابن جبران اسمها باتشا هذه من هيجين سباق والهيجين الأخرى ما فيها قصور بس ميت أحضرني زين شلون تتعامل معاهم اليوم؟ والله مسجلين مع الرابع ونقول نترجي من الله التوفيق كلهم الرابع اللي يسجلين في الرمز أكيد كلهم يطمحون للرمز أنا عارفك أنك أنت ما عندك الدبلوماسية هذه مو بعندك صريحة شوف كل واحد يروح ما حد بداخل حد يعني أنت داخل بس كذا المشاركة ولا دش بيطلطم رمز لا دش إن شاء الله نبغى نطلطم الرمز أيوة وشو علومة حققت رمز من قبل لا والله ما بعد حققت رمز خذ السيارة منافس على السيارة الوضع شلون نشوف انت الحين؟ والله نشوف احنا مسجلين ونترجى من الله خير. مركزين الصبح صح؟ اي نعم. نتائجكم طيبة؟ نعم. هذا تنعكس بعد؟ والله يا ابو غدير التوفيق عند الله وفيك قعدان اقوى ونطلب من الله التوفيق. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يجزاك خير. اختار اسم عليكم منو؟ والله كلها اسماء قوية ما اقدر احدد لكم. اللي انتم قبل شوي يوم في الاجتماع قاعدين تتابعونه قلتوا هذا خطير من هو؟ أنا والله القعود هذا مش خط. مثل؟ إي نعم مش خط. مش خط؟ كان عندنا شهيد. والله؟ إي نعم. هو هذا كان عندكم؟ إي نعم. خطير ها؟ اشركوه فيه الأمير. أيوه. وكان عنده ظروف صعبة. وانسحب القعود من الرمز والحين محضر إن شاء الله. هذا خطير ها؟ هذا خطير نعم. إن شاء الله إذا الله كتب لنا ما ناخذ الخير. حاسن؟ بإذن الله كل شيء بإذن الله. حاسن؟ يعني وش مقدم؟ والله مقدم بكرة. بكرة. وش اسمها؟ الضبي. الضبي وش علومها؟ والله بكرة سبوق ثاني عام وثاني عام. اليوم؟ لا غيري. في واحدة ثانية نعم. تخصص الضباء أنتوا؟ أيوة ضباء. الله يعطيك الصحة. ما نبغى النوعية نادرة. الله يوفقكم. آمين. ومنو أخطر اسم عليكم يلا يديب؟ والله هسه في شعارات وايد مختلفة. أيوة. وفي أشواط اللي مروحات أول كان في الوالد وفي الأمي وفي الختامي ما بحاضرة ثاني في أسماء يدد. والله بكره بس شعر ناصر المسا كفو العابر وعبد الله ماكل خضر واليابس ما شاء الله يا صراحه تنبطن زعبي ونعم في ذمتي اسمع نعم البكره وش علومها ها البكره طيبه هشه طيبه البكره عوز ولا بكره يا رجال الحين طيب لي عقل اعوذ بالله لا ما بكره ولا قعودي بكره ها بكره وش علومها بكره قعود طيب اكل ابي اللي تلطم الرمز وش الاقرب والله الشيء التوفيق من رب العالمين ان شاء الله الشيء التوفيق من رب العالمين ما ادري لحد الان بس مطايم ماضي قوي والتوفيق على الله على السلطنه يقولون كل الامال عليك اليوم بعد الله طبعا التوفيق ان شاء الله شو تقول لهم الله يوفقنا ان شاء الله يوفق كل مسلم ان شاء الله شو مقدم مش مقدم قوي
قعود ها؟ ان شاء الله. وش علوم القعود؟ والله طيبه الحمد لله. طيبه طيبه، بس انت عطني نورني ريحهم. والله يركض قعود ينافس، يسبق في عمان، له سبقات في عمان وله منافسات. ما قد شارك في رمز؟ لا لا لا، مره شارك ويا ثاني في اصحار. اصحار ها؟ ايه. لكن اليوم الوضع صعب، هوا بعد ها؟ ايوه الله يوفقنا في كل مزل. الهوا على الجميع بالله علينا. بس ياثر يعني على الحلال؟ والله السبوق ما ياثر عليها ان شاء الله. قعود ماخذ سياره ووصيف سياره اكثر من مره. حلو. وما حالفه الحظ انه يروح في الرمز، دائما تصيده القضاعه قبل الركض. واليوم؟ اليوم ما في قضاعه. اموره طيبه يعني؟ ان شاء الله ان شاء الله. بيرات الله اموره زينه ان شاء الله. نعم مشاهدينا الاعزاء، حقيقه عبد الله بن جر الله المري راعي الزعيم هو اللي قال بان الزعيم سيكون على الموعد في الفتره طبعا او قبل انطلاقه الاشواط. لكن خلونا نشوف مع بعض توقيت البكار اولا في اربع او ثلاث مهرجانات حتى المهرجان هذا اللي انتهى اليوم. في طبعا هذا التوقيت على حسب الترتيب حقيقة، في مهرجان سمو الأمير رموز المملوكة لمحمد بن فاران بن عتيق المري سجلت التوقيت الأفضل، ثم بعد ذلك حماية في الأمير الوالد المملوكة لناصر بن عبد الله المسند سجلت ثاني أفضل توقيت في سن الحقائق، بعدها مهمة في مهرجان المؤسس جاءت ثالثا ملك محمد بن سعيد بن صالح الجربوعي، وبعد ذلك لليوم اللي هي بطشة المملوكة لسالم بن جابر بن محسن المري 6:23 من الثانية. يعني سالم من خلال التوقيت هذه تلاحظ أنه في اختلاف، لكن ما هو باختلاف الكبير حقيقة باستثناء اللي هي رموز كانت شوي فارقة حقيقة. تعقيبك؟ والله يا مشعل الوقت سمعت يختلف، اللي هو وقت المركض لما نتكلم عن الليلة تخلي عشان نعم ايوه في المؤسس في الامير الوالد كنا في شتاء الجو شوي بارد، المركض عصر ممكن البكرة تحقق مثل ذا التوقيت في الفترة المسائية. احنا لو نلاحظ المعادلة انقلبت في المركض كاس اسيا، صارت التوقيت الفترة الصباحية حلو. الجو يكون أبرد من الفترة المسائية. اليوم كان الجو هواء شوي. نعم هذه أشواط الرمز كلها مسائية حقيقة. أوكي. عشان تكون بصورة. أنا معك مسائية لكن الفترة المسائية لما نجي مثلاً في المؤسس. أيوة. بيكون الجو زين تو معتدل في شهر 12 بيكون بارد قصدي. والأمير الوالد بعد الجو شتاء، في الأمير بيكون الجو يعني معتدل يعني يميل للبراد في الفتره المسائيه ما في يعني حرارة. يعني اجواء توقيت ولا احنا الامير الوالد الامير اليوم كان هواء، اليوم الفتره المسائيه كان هواء ومن بعد الظهر كان فيه هواء. سمعت لو نلاحظ نسوي مقارنه اشواط الرموز كلنا ندرك بانها اقوى من الاشواط العاديه. نعم صح كلامي. نعم اشواط الرموز اليوم جات فيها هواء. أيوة. اشواط الصباح ناخذ مقاس على الصباح بالضبط. هي اقل من الرموز. التوقيت كانت في 50 51 52 كلام سليم. كانت ايام قويه يعني هذه كلها هذا عامل الجو عوامل المناخيه. نعم. هي اللي تغير التوقيت في نهايه شهر 4. سمعت فتره الصباحيه الحلال الحين بيتيم، فتره المسائيه بيكون تيمه شوي اقل. لذلك انا 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 قصت على بما ان في الشتاء العكس صحيح. الصباح يكون برد وكذا. أيوة. الحلال ما يتيم. حلو. فترة المسائية يتيم. زين خلنا مع بعض نروح نشوف بطشة المملوكة لسالم بن جابر الجربوعي كيف استطاعت أن تحقق أول رموز أو كؤوس مهرجان آسيا. ميدان الشحانية بسباقات الهجن العربية الأصيلة، وها هو مهرجان بطولة كأس آسيا لسباقات الهجن العربية الأصيلة ينطلق في هذا اليوم، وننطلق مع مواجهات أشواط الكؤوس. هذا الأداء واقتربت من الكأس غلا في المركز الثاني محمد بن علي بن محمد الغفراني المري، ولكن بطشة ما زالت باطشة بالأسماء. هذه بطشة البطاشة، بطاشة يا بطشة، بطشة 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 على المركز الأول. هذا
هذا بن جبران اسم عملاق، اسم كبير، اسم ينتزع، ينتزع الكاس. سالم بن جابر بن جبران المري يمضي قدما، يحث الخطى إلى الكاس. بطشة يا بطشة، ابطشي يا بطشة، بطاشة أنت، جبارة أنت، عنيفة أنت، أسطورة أنت. باعدي باعدي المسافة، باعدي المسافة، وقربي الزمن، قربي الزمن إلى الكاس. الكاس، كأس البطولة، كأس البطولة إلى البطل بن جبران. سلام سلام. هذه بطشة إذن تنتزع السيارة الأولى المقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني تويوتا ستيشن جي إكسار، مع بطشة، بطشة البطاشة، بطشة 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 وبطشت بطاشة الجبارة العنيفة، وانتزعت الكاس. خلق سما، خلق سما، خلق سما. محمد الله وشكرا من تهدر عمر بالعاص سبوق يصلح الخير من مع توقع سبوق سبوق مع توقع محضر بسبوق محضر سبوق وشعورك بعد ما يصير طيب وشعورك بعد وكاس العالمين الحمد لله بالعالمين متوقعين هذا نعم نعم سبوق نعم سبوق نعم نعم متوقعين 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 منها اكثر بعد مليون مليون نعم نعم سبوق ماخذ مليون صراحة على انجازات واشتراح انجازات قال اول اشتراك نعم ثاني اشتراك امس خامس على الرمز لا اشتراك هذا اليوم يا سلام عليك عندها انجازات عندها انجازات اشتراح على سبق هذا مليون برصيدها سيارة وثاني على سيارة في المؤسس بن جبران قادم مع الرموز القادم لا في مشاركة لا بعد في مشاركات اي رمز رمز الثنائي ورمز الذاع ورمز الحوت وش توعد الجماهير؟ أوعدهم إن شاء الله يبشروا بالله ونعود باللي بشرهم وش تقول المنافسين؟ وهدي المضامر مبارك بن خميس العمري وش تقول المنافسين معاك؟ المنافسين يقول لهم والله شعار بن جبران خطير شعار بن جبران خطير وديروا بالكم عليه ناموس دار خير معك يا الله وجهك وجهك وش ذا الابداع الطيب؟ هاي توفيق من الله سبحانه وتعالى يا الله وجهك 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 بطشة ها؟ نعم طبعا شدنا بطشة الدنيا نحمد الله ونشكر كنت متوقع الوضع ها؟ نعم لما توقع ما راح تشوط عادي يديك من وين جبت هذه؟ والله شريه مليون طال عمرك وجهك هذا الانجاز الطيب الله يبارك فيك عندك شوط عندنا شوط عندك عافيه ناموس صار خير صار خير صار خير طيب اذا هذا هو شوط بطشه ورده الفعل لملاكها وجماهيرها حقيقه في هذا الشوط سالم يعني بطشه توقع بانها ما وجدت مضايقه حتى لا من ناحيه التوقيت ولا حتى من ناحيه الشوط والله يا مشعل أول شيء النومس سالم بن جابر المحسن الجربوعي استاهلوا على فوز بطشة وبطشة مثل ما سمعت إن مشرية نعم قيمة وعندها إنجازات سابقة البكرة حاصل على السيارة وصيف سيارة نعم سمعت وقدمها في هذا الشوط لما تتكلم وتقول إن النوعية إحنا لو نلاحظ بطشة تقدر تجيب أقوى من ذا التيم لكن اليوم الجو جو هواء عامل التوقيت أيوة. حتى لو فيه تيم مثلا نقول يعني اقوى من تيم بطشه لكن بطشه كانت منفرده راعيها يعني استعرض بالبكره لما طلب منها كان يعني ما عليها ضغط قادر على انه يعني مثلا يطلب منها اكثر من كذا حلو لكن قادره انها تقدم افضل من كذا ولا هذا كل ما عندها لا من خلال متابعتك البكره انا ما شفت انها انضغطت سمعت حتى لو كلمها وضربها ودق البكره أيوة. هو يعني مثل ما يقول أوامر طفيفة ما أكب على البكرة طال عمرك تجيب يعني بعض الحلال إذا أكبت عليه جاب ما عنده صحيح البكرة ذي عليها أوامر يدقها ويكلمها ويدقها يعني يحاول أنها تستعرض لكن البكرة طال عمرك يعني حصلت ضغط من البكرة اللي جات عليها ثانية شوط مو هو شوط بسيط شوط هواء عرفت يعني لو تشوف اليوم اللي هو مركاض العصر نعم كان الجو شوي حتى أخر الركض بالضبط أيه وتعدل الجو وصار أيوة. أوكي لأن الجو كان هواء كلام سليم فالتوقيت اللي جات اليوم كلها مقبولة لكن اسمح لي أنت الآن المتابع اللي تابع يشوف بأن الأوامر جات على 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 على, على بطشة جاها أوامر لا أيوة لكن شنو اللي 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 لو أن البكرة ذي كان عندها منافسة أكثر أيوة ممكن يكون عندها يطلب منها أكثر يعني يكب على البكرة البكرة نشوف هي يعني يجيها أوامر لكن لمسات خفيفة ما يجيب الأوامر اللي خلاص يعني يكب على البكرة تجيب كل اللي عندها حلو عرفت يعني هذه البكرة قادرة أنها تسجل أفضل من التوقيت اللي سجلتها اللي جابته حتى لو كان البكرة قادرة لو قادرة ما عاد هو بقادرة يعني أنا بتكسر الست اليوم ما هي بقادرة لكن البكرة اليوم
عرضها طيب على الـ نعم ولو وما واجهت ذيك المنافسه القويه. لا ما واجهت منافسه، ما في شوط ما في منافسه. انا اتكلم عن قدرتها يعني بينت يعني تتكلم عن علامه فارقه في الحلال اللي معها. اوكي معك، انت تقول لي الثانيه 10 امتار صحيح؟ نعم. الحين الفرق بينها ست ثواني تقريبا او لا أولا. الفرق اللي بينها وبين البكر اللي معها أربعة وشيء، أربعة ثواني، أربعة ثلاثة ونص أربعة. تقدر تقول من 30-40 متر بينها وبين الثاني. قلت لك هي حصلت لكن مو في النهاية. حصلت لكن عندما طلب منها رعيها البكرة أعطته وأمن. حلو. هذا اللي حصل مع بطشة و نقولها نوعية فارقة في الشوط هذا اللي هي فرقت. نعم بالضبط. بالنسبة للشوط الكاس اللي ترى بعض الحلال يعني حتى الحلال اللي معها بعضها يمكن فيه مطية كانت مرشحة وراعيها متوقع منها وما سوت لأن الهواء بعض الحلال ما يركب فيه. صادق. وأنا أتوقع بعد حتى أنا ما أعرف التأخير من 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 يعني لأن الحلال هذا كان محضر بدري، هذا يأثر سالم أنت راعي هجن ممكن تنورني. أقول لك أنا لا أنا أتكلم في حلال يمكن يكون مرشح اليوم مو في يوم لأن المطية هلابطة بعضها ينهار يا لا مشاعر. تأخير التوقيت حقيقة من 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 1:30 إلى 3:30 تكلم عن كم ساعتين. ساعتين. فالحلال اللي جاء في التحضير في ذاك الوقت ساعة ونص صحيح. إلى أن وصل إلى 3:30 هنا في 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 اللي يرجعها العزبة ولا يخليها في هذا يأثر على الحلال إذا أبطأ محضر ينهار. يعني يمكن في حلال اليوم ما دخل في العشر مرشح أنه يكون في المذلة. يعني ممتاز. يعني مسألة التأخير هذه أثرت عليه. يأثر على حلال كثير. حلو هذا الكلام. تخدم حلال ايوه في مطيه حفازه وتتعب وتنهار وتنتفض هذه اليوم مو في صالحها ابدا. المطيه طال عمرك اللي لا ما عليها ومطيه ما تحفز ولا تنهار اليوم في مصلحتها بتقعد على راحتها ورعيها بيكون مبسوط وحافز على راحتها وبتستعد وبتركض مركاض دبل مركاض اللي متوقع منها. كلام لكن المطيه العكس المطيه اللي فيها خوف وهي قويه اليوم مو في صالح حبه التاخير. نعم التاخير هذا نعم. طيب فنادر يعني انا اليوم يعني كان يمكن عشان الهواء او في عندهم لا احنا ما نعرف الاسباب لكن احنا نبي نتكلم عن الشيء اللي بقوله لك انه مو في صالح المطيه بالضبط. اي مطيه يجيها تاخير في التحضير يعني بس تقول انت صالح البعض وصالح نعم يستفيد جزء وجزء ما يستفيد يمكن 30% من اللي في الشوط ايوه يعني لو قلنا الشوط فيه 30 مطية نقول 10 مطايا في صالحها ايوه و20 ما هو في صالح يعني النسبة الأكبر للمش نعم مصالح نعم الله يعين. زين احنا اكيد نتمنى بطبيعة احنا ما نعرف الأسباب حقيقة للتأخير لكن نتمنى انه ايضا او اشعار الملاك حتى قبل لا يحضرون بأنه بمسج مثلا انه والله قبل الأشواط حقيقة عشان يجهزون لأنه على حد تعبير سالم انا لست متميزا في هذا الموضوع لكن هو يقول انه 70-30% النسبة يعني تكلم انا اقول لك تقدر تقول 70% 70% يؤثر على الحلال وبالتالي ربما بعض الهجن ما ظهرت لكن السبوق تظهر. السبوق تظهر في كل الأحوال. لا وحتى لو انها ما ظهرت بتجي نعم يجي يعني قريب وبعضها طال عمرك لا المطية اللي فيها خوف تنهار أيوة يعني بالمرة حلو. ما تقدم أي شيء. طيب خلونا الحين مشاهدينا الأعزاء نشوف بأريحية طبعا احنا شفنا ردة الفعل وبالتالي فرحة على طول بعد الإنجاز لكن بأريحية ماذا قال بن جبران للحصيلة بعد التتويج بالكأس. خلق سماء خلق سماء ناموس الله يحفظك. دار خير وسلم. كلمنا طال عمرك عن بطشة وشلالتها. والله بطشة حسن الله يبارك فيها شاريها من عند عبد الله محمد الشراب شاريها بمبلغ حول 900,000 وعندها سيارتين عندها منافسات ولا تجملت ناس الله يبارك فيها. طيب شلالتها الله يحفظك. شلالتها على 40 عبد الله محمد الشراب. وش والإنجاز هذا لمن تهديه؟ هنجيه أهديه لسمو الأمير صلى الله عليه عمره سمو بن حمد مشجعين شعار بن جبران. ايش يعني لك الله يحفظك الانجاز هذا في مهرجان؟ يعني شيء واجد خاصه على المقيض هذا اهم شيء. الله يحفظك. كنت متوقع انها تكون على الموعد؟ لو ما متوقع ما حطيت في الشوط طبعا. لكن الشوط كان شوط خطير. اكيد خطير. اكيد في اسماء متى ضمنت الفوز يعني؟ 2.5 كيلو انا ضامن الفوز. ما شاء الله. صار يبارك فيك. يبين انها 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 راهيه على الشوط يعني. نعم. لكن السؤال قد شاركت في رموز من قبل؟ شاركت بحالها الحظ في احد الرموز كانت عندها اصابه بسيطه فالحمد لله. وعدنا ان شاء الله جملت الحمد لله. ما شاء الله تبارك. واليوم الفرحه هذه غير يعني انت اكيد اكيد خاصه عند المقيض هذا شيء الله يعني عندنا شيء واجد.
لكن البارح بامانه وانت تقرا الاسماء كان في اسم خطير يعني عليك. ما عندي على ما قال اتفق على سبحان الله كلهم اخواننا وكلهم على ما قال مرشحين كلهم الحمد لله كل هذا نصيب. عندك شيء في التحدي؟ ان شاء الله. أيوة. ان شاء الله بنفس النوعيه هذه؟ نعم ان شاء الله. لا لا ان شاء الله اطيب اطيب ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. وياك. انت شعارك قوي جدا صراحه في الرموز الامانه. هذا فضل الشعر فضل من الله سبحانه وتعالى. الله يوفقك. وياك. في اي سن بس في التحدي؟ نعم الجزاء بس. جزاء؟ نعم. الكار والقعدان ولا؟ لا في الكار. الكار ها؟ الشهيرية اللي اخذت الرمز المحليات. الله. الهام الامير. الله يوفقك. راح تكون رقم واحد ان شاء الله؟ ان شاء الله رقم واحد. وصعب بنار وقلب من دون يا تاريخ يا هلا الهيل. اذا هذا المنجز تحدث واكيد نبارك له ولجماهير هذا الانجاز الكبير. احمد يسلم عليك يقول لك ما يتفق معك. عرفنا الشفرة خلاص. هو اللي شرد من الستيج أنا الشفرة اللي تخبرها. لا 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 ما أمزح معك صراحة لا أنا بس مداعبة مداعبة. طيب خلونا نشوف أشواط القعدان في الـ طبعا الأربع ختاميات في قطر نتابعها سويا من هو الأبرز حقيقة أو الأفضل على مستوى الرموز. جوزيان في مهرجان سمو الأمير لخالد بن سعيد بن يحيى سجل جويزيان التوقيت الأفضل في مهرجان سمو الأمير 5:51.6. مستحيل للأنف الأمير الوالد لحمد عبد الهادي ناصر الغفراني جاء ثانيا كأفضل توقيت في أشواط الرموز. ثم بعد ذلك غازي في مهرجان المؤسس لعلي بن طينان بن عايض المري جاء ثالثا. والرابع طبعا الزعيم على صعيد الأشواط الرئيسية في كأس آسيا لجار الله بن جابر بن جار الله البريد المري. الزعيم قدم شوط استثنائي، شوط ممتع، شوط مثير، شوط حضر جمهور كبير، شوط لم يعرف الكل حقيقة نتيجته إلا في النهاية. خلونا نشوف مع بعض جزء من الشوط وإثارة هذا الشوط وبعد ذلك نتحدث فنيا. تستمر مشاهدين الأعزاء منافسات كأس آسيا لسباق الهجن العربية الأصيلة حيث ينطلق شوط الكأس الخاص بالحقائق القعدان. شوط مفتوح وحضرت فيه الانتاج وكذلك المهجنات والعمانيات. الكأس يلمع والعيون تدمع. حاصل على سيارة والعصا في البطان. حاضر الليلة حاضر الليلة في شوط الكأس. الزعيم يحاول يا بوي الزعيم 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 الزعيم. وأيضا يصل هنا سياف بخيت من علي بن قريع ولكن حاضر الزعبي حاضر الزعبي علي بن محمد الزعبي مع حاضر مع حاضر يضيف السيارة الثالثة ومع السيارة كاس ومع السيارة كاس. سلام يا حاضر سلام. الزعيم خطير وسياف خطير. الزعيم الزعيم حاضر حاضر والزعيم. معركة الكاس معركة الحقائق. الشوط المفتوح شوط القعدان شوط الأشواط. حاضر اللحظات الحاسمة. الزعيم ولكن حاضر يصمد. الزعيم يا بوي الزعيم الزعيم حاضر الزعيم حاضر. الكاس 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 بين الاثنين بينهم بينهم بين الزعبي وبن ذروة ولكن حاضر يصمد 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 حاضر. والزعيم يحاول الزعيم يحاول. يا سلام الكاس الكاس مع حاضر مع الزعيم. خلق سما خلق سما خلق سما خلق سما مشعل وعدتك باللقاء بعد الشوط. سمعت وجهك وعدتك باللقاء بعد الشوط وفيت بالوعد. صحيح ما شاء الله ما عليك زوجي نار ها نار اي بالله نار مولع. اشكر حياتك بس انت كنت متامل صراحه. والله كنا متاملين. نعم الشوط قوي وفيه قعدان منافسين قويه ما يسهم فيهم لكن هذا توفيق من الله. ما قدمنا الا قعود كفو عادي عز الله ان قعود ما يحتاج. وانا وعدتك باللقاء بعد الشوط. استاهل خير الله يرحم والديك مع التوقعات. الله يطول عمرك يرحم والديك. شعورك بعد هذا الشوط؟ والله الحمد لله وبعد هذا الانتصار الحمد لله رب العالمين. وش تقول للجمهور؟ والله اقول الله يعطيهم العافيه بيض الله وجيههم على تساعدهم معي. كيف مرحبا راشد كيف تابعت الشوط؟ كيف سيرت الشوط؟ والله الحمد لله رب العالمين. هو اللي روح الله يبارك فيه تابع نفسه بنفسه. توفيق توفيق من الله الحمد لله على التوفيق. بكل امان هم متوقعين الشوط؟ هل متوقعين هذا الفوز وهذا القعود في رصيد السياره؟ ايوه
والباقي توفيق على الله. ناموس سهل خير عافيه. عز الله ان الزعيم جملكم. الحمد لله رب العالمين. توفيق من الله. لا لا الزعيم هذا ما في حيله. توفيق من الله. مع ان الشوط نار. ها سهل خير. مع ان الشوط ترى مو بسهل. الحمد لله رب العالمين. الشوط نار. الحمد لله رب العالمين. توفيق من الله. بس الوالد الوالد الله يعطيه الصحه. وتوالد ابوك عبد الله. نعم عبد الله. عبد الله عمي وانا نعم فيك وفي محمد وعبد الله. الوالد كان قبل الشوط يقول احنا على الموعد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. هذا توفيق من الله. بس من وين جاب الثقه؟ توفيق توفيق من الله قدام كل شيء. نعم ما في شك. والزعيم كلنا واثقين فيه ان كان كان طيب وبخير وربي كتب له نصيب ما حد يسبقه. بس ما شاء الله عليه ايش من زعيم. ها الحمد لله رب العالمين. زعيم بمعنى الكلمه. الزعيم اخذ الرمز من فراغ. ماخذ ماخذ سياره وشارينها الشيوخ ردينا. ما شاء الله عليه. لا 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 زعيم هذا طالبينك طالبينك. تم تم عطنا القصيده. تم خلنا نطلع هذا عادي عادي. الحين في التكنولوجيا موجود. عطنا القصيده وعند النهايه. الله يسلمك يا اخي. الله يستاهل. انت الحين فرحان بعد اكثر من كذا وش تبي بعد؟ ما عاد يقول شو يقول الذيب؟ يقول لا دحمنا الرمز. شوف الفعل والعرضه. شوف شوف اسامينا لجينا فهق المرشحين. والله انك في على الرمز وعيونها تشوف اسم بنذر وحضرنا وجينا هايزي. دون الوطن مخلب وعين في كل وقت وكل حين. دون الوطن مخلب وعين رب السماء. طيب إذن أكيد نبارك للبريد حقيقة هذا الإنجاز الكبير. ولكن هذا الشوط شوط مختلف عن شوط البكار. تتفق معي سالمة؟ نعم. من كل شيء. نعم. الشوط هذا أول شيء نوم سلال درواه وله بقريب عليهم. استهلون. وهذا طال عمرك القعود هذا قعود سبوق وله بصمة قبل هالمرة. والتوقيت هذا اللي انت عرضته وقد جاب الأمير الوالد. توقيت اقوى منه واقوى من التيمات اللي موجوده ما شاء الله. نعم يعني هذا هو نفس الزعيم. ها نعم الزعيم خذ سياره جاب 55 ما شاء الله. الامير الوالد يعني طاح القعود عند الستارت. ايوه وانطلق عن الشوط يمكن 200 او 300 متر قام لحق بالشوط. سمعته جاء خامس او سادس. راعيه ما طلب منه لانه شاف ما لها يعني انه عرف انه يعني لا عرف فقد فقد المنافسه في الظروف. فقد المنافسه لكن القعود طيب والقعود كان مرشح اليوم ترشيح قوي. نعم زين ايوه ما قدمها رعيه. هذا راعي الرهاوي عاد الربع يشوفونه في التحدي لكن اقول شدوا الحزمه جايهم في الثنايا. كفو في ذمه. لا والله قدم اسم كبير. وبعدين عجبني انا والقعود طال عمرك عنده يعني روح القتال. لما طلب منه محمد اللي هو مضمره. نعم لحق محمد بن جار الله لحق القعود وعلى السوق وعلى المنافسه قدر على انه يعني ينتزع الرمز وينتزع الكاس. نعم سمعت معاه قعود لا يستهان به. القعود اللي جاء وصيف الزعبي حاضر حاضر. قعود الزعبي في رصيده سيارة المؤسس. نعم. سيارة الأمير الوالد. القعود اللي ثالث عليهم. نعم. بعد قعود قوي وله. نعم. اسمه الشوط كله شوط ملتهب أسماء. لكن القعود هذا قدر اليوم أنه يثبت وجوده. قعود في رصيده سيارة. قعود مرشح ترشيح قوي. قعود عنده تيم يعني زين. لكن اللي اللي أيوة. اللي الشيء اللي اقدر اقوله لك فنيا لما قلت لي ان الناس يقولون تاهيل الحلال. أيوة. فتح مجال. ايوه سمعت. يعني انا في التحدي في السنه الحقيقه تشوف نفس المنافسات حتى لو كان في هواء ونفس التوقيت. نعم. القعود هذا لو كان في الفتره الصباحيه بيكسر الخمسي ما شاء الله. الشوط هذا على المنافسات اللي نشوفها. أيوة. والبكره نفس الشيء بتكسر تيم. يعني اشواط الرموز ليش اخروه؟ انا اقول عشان عامل الهواء. عامل الهواء اليوم لو تشوف كل الاشواط الفتره المسائيه ولا شوط كسر الا ست. ما القعود جاب ست وثانيتين. صادق صحيح. حتى كسر التوقيت الافضل كسر تيم البكار. البكره اللي انفردت كسر تيم. لو تشوفه يوم يطلبوا منه القعود الاول بعيد منه ويقول لك قلب الخف على الخف كايد. يطرد له قعود بعيد ويطرد له قعود في رصيده سيارتين. ما شاء الله هذا دليل على القعود. زين ما شاء الله. انا بسال سؤال ثاني بعد. في خطا فني حصل في هذا الشوط بوجهه نظرك انت من 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 الكل بغض النظر يعني؟ لا لا اول شيء هذا حاضر القعود السيد علي محمد الزعبي والزعيم هذا لا حقيقه قدموا مستوى قدموا مستوى رهيب. كل واحد منا في رصيده سيارات السنه ما شاء الله تبارك الرحمن الاثنين. اي نعم هذا في رصيده سيارتين وهذا في رصيده سياره وجاء خامس على سياره بعد ما طاح وراح الشوط منه. زين هذا الحين انا ابيك تكلمني عن الزعيم على اعتبار انه حامل اللقب او هو اللي ماخذ الكاس الان. متى ظهر في الكادر او متى هل هو كان بعيد عن الحلال في البدايه ولا كان قريب من الصداره؟ لا احنا لو نلاحظ اعطونا الشوط بس شوي جزء من ورا لو سمحت شوي بس. زين لو يرجع عند اعطونا من النص خلي يرجع لنا عطى من خمس عشان بس نشوف كان القعود الاول. ايوه بعيد
سمعت؟ وكان هو هذا تشوف القعود اللي هو هذا حاضر قعود الزعبي اللي فوق قعود الزعبي كان قدام ايوه سمعت؟ الزعيم هو وين الان الزعيم؟ وراء ما شاء الله تبارك القعود الثاني اللي هو قعود فاران يعني قعود سبوق القعود اللي في جنبه بعد يعني قعدان يعني من بعد انا اعطوني الزعيم وين ابي الزعيم وين 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 وضعه الان وين وين صورته ما الحين دخلوا الكيلو الاخير بالضبط الزعيم وينه وراء ما شاء الله تبارك الرحمن يعني هذا الزعيم ما شاء الله عنده يعني بذل مجهود كبير اي نعم والقعود الاول سبوق والقعود الثاني يعني بعد قعود سبوق ايوه هنا هو رقم واحد هو رقم اثنين رقم واحد هو رقم واحد لا 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 هو رقم اثنين هو الحين ثاني اي بالضبط ورا يعني ورا القعود الاول وقدام القعود اللي هو قعود شو اسمه ايوه هذا هو هذا 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 هو الزعيم رقم واحد صحيح اي رقم واحد طيب رقم واحد. هذا بس شوف انت المسافه اللي مثل ما تفضلت قطعها مسافه كبيره المسافه من الحلال اللي وراهم ايه يعني المنافسه يعني كانت راح تحتكر بين القعدان هاي الثلاثه واضحه ما في حد ايه هذا القعود اللي رجال الظهر يقول انه ما صادته الكماشه ايه بالضبط سمعت فقدم مستوى كبير القعدان هذه الثلاثه صراحه قدمت مستوى كبير هذا سياف اللي هو قعود من قريع قدر محمد بن جر الله ان يصدر الاوامر في وقتها قعود يعني القعود الثاني قدم مستوى كبير اللي هو الوصيف فنقول بيض الله وجيههم وكلهم متوجين سواء محمد بن جر الله ولا الاخ اللي جاء في المركز الثاني نعم اللي الزعبي هو علي محمد الزعبي ويستاهل الناموس نعم قدموا لكن الشوط استمتعنا فيه نعم انا الشوط استمتعنا هذا اللي احنا قاعدين نقوله الشوط قوي الشوط ما هو بقل من اشواط التحدي زين شوف الهواء شوف الاعلام اوكي لماذا الان شو طارت من غتره معينوها ورا نعم لماذا ظهرت لنا اسماء جديده في الرموز سؤال سالم يعني اليوم احنا نشوف اسماء للامانه جديده هي مش جديده في الركض لكن على مستوى الرموز للامانه انا اشوفها يعني مش كثير لا بالعكس هذا الكلام اللي انا الزعبي يدخل في الرموز البريدي محمد بعد راعي الرهاوي كله في الرموز عنده مطيه تحترق في الرموز الزعبي نفس الشيء بخيت بن قريح بعد لا الامبراطور في الثلاثه مهم جديدين على اشواط الرموز بالعكس اليوم انا اقول اليوم اقول لك اليوم انا اشوف لا اسمح لي انا اتكلم عن الشوط شوط الرموز قلت لك في ناس ياخذون سيارات بالضبط على حلالها ما يضغطونها مع الاسامي مساله التخوف انت تتكلم لي تخبر يوم تقول ان في بعض الناس يحن على حلاله او يخاف على حلاله فبالتالي ما يدخل في الرموز لكن اليوم شفنا الكم هذه الوجوه هذه اللي احنا ندور عليها اللي احنا دائما ودنا يعني تحتاج الى الجراه خبر يوم اقول لك ان الجراه الحين طال عمرك الدعوه كلها مع ابوك سمعت اللي يقول اختلط الحابل والنابل ايوه الحين المؤسسات والمنتجين ايوه والمشترين الكل المهرجان هذا جمعهم نفس التحدي يجمع المنتج ويجمع المؤسسات ويجمع المشتري ويجمع شفنا اسامي الحين يعني المؤسسات تدخل نشوف المؤسسات تجي ثاني موجودين بكره بتشوف لكن 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 اسمح لي انا يا اخي نورني ونور المتابع هل المؤسسات اللي موجوده الان جايه بالرقم واحد او الـ يعني المستوى الاول بالنسبه لحلالهم هذا السؤال اللي انا بيك تجاوبني عليه جايينك بالمستوى يعني بي بي المؤسسات تتكلم المؤسسات المطيه إيه انت تقول لي مؤسسات في مؤسسات طيب مؤسسات العزبه مليانه فيها 50 اسم اوكي ممكن يخلي واحده ثنتين ثلاثه 10 لكن الباقي كله بيركبه الجو بارد أيوة. مهرجان جايك توك خالص مهرجان حلو حلالهم جاهزين للتحدي مهم مدخلين معك مطايه عاديه مطية العادية تقعد في عزبتها ما هي لا هي بسارة المؤسسات ولا هي بسارة المنتج إذا جاك واحد قال له والله داخلين بالدفعة الثانية الدفعة الثانية يلقط عليها رقم وراء ما هو بسابق فأنا أقول لك داخلين إيه بس اسمح لي يمكن يا أخي يمكن يسمح لي بس معلش يمكن الرقم 2 مثلا أو الرقم 2 في المؤسسات قد تكون أفضل من الحلال اللي عندك سالم أنت معي رقم واحد اللي عندك عرفت هذه يعني فوارق موجوده في 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 الركب يعني يمكن انا عندي احتياط مثلا خلينا نحط الكوره الان مثلا السد اللي مبارك له ومبارك الجمهور هم مثلا اليوم فازوا ترى على بخت كوره عنده دكه احتياط لو تروح لاي نادي اخر تلعب اساسيه معي وهي درجه هي في احتياط موجوده عند احتياط أيوه. فلذلك انا اقول لك يمكن المؤسسات هذه عندها احتياط موجود ما قد يكون افضل من الحلال اللي موجود الحلال كله يتقارب طال عمرك و اللي هو الدرجة الثانية عند المؤسسات حلو
ما راح انها تقول لك انه كل لو سبقت مطيه فيه مو بكله بيسبق، عرفت؟ يمكن مطيه ولا مثلها حلو، لكن الجماعه هذولا لو نشوفه وين اسماء المؤسسات في الحقائق؟ يعني ما عندهم حقائق؟ عندهم حقائق، وبكره في اللقايا بتشوف اسامي كثيره المؤسسات يعني بغد يخشرهم بسيط شوط ولا مثله. ايوه لان الجرأه، ايوه لان الجرأه والشجاعه كانت موجوده عندهم الان، خلاص مجبرين الان. طال عمرك الان مجبر اخاك لا بطل، لا بطل هذه أيوة. الحين طال عمرك المنتجين والمشترين والعالم مع المؤسسات، خلاص الدعوه خلوطه الحين، يعني على هذا اللي انا اقوله. ايوه بتشوف وبتشوف شيء يسوونه الملاك في في في, في المؤسسات، المؤسسات من خذ منهم موتر خل المؤسسات الباقي يحاولون عليها ينوم سولة. لا 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 ترى بدر قلت لي ما ما انا ابغى تعطيني النتيجه اخر يوم. ايوه هذا الكلام ننتظر، لانه ممكن يجيك يمكن يحاولون بكره المؤسسات يحاولون اللي في التحدي ينزلون مره ثانيه. عندهم ايوه خل العالم تعيش، عشان ليش؟ عشان نستمتع. لا عشان نستمتع، لا عشان احنا نستمتع. اليوم انا اقول لك للامانه اشوف اشكال جديده في الرموز. انا ما اتكلم عن اللي حققوا رموز، موجودين في الرموز كثير، ما كانت الجراه موجوده انك تكون في الرمز. الشيء بكره شلون؟ بكره اللقاية والجذاع ايوه بتشوف لك اسامي طال عمرك جديدة يعني. اي نعم على الرموز. نعم ويا ليت تطلعونا للعشر علشان طال عمرك تعين سادس سابع ثامن كل المؤسسات. الله يعطيك معليش. شوف نبغى بكره الاخوان رجعوا على الكلام، ترى كلامه مهم. ها بكره سابع ثامن تاسع ربنا نعين لنا حد من الربع اللي يذكرهم يعني. زين انا حقيقة بيبارك لعبد الله بن جار الله، وبيبارك لمحمد بن جار الله، وبيبارك لعلي بن جار الله، وابي ابارك لجار الله النجم الكبير، نجم كرة القدم في منتخبنا الوطني والنجم نادي الريان. حتى أنا سألته قلت له أنت مع الريان المفروض مسميه الرهيب، أنت مسميه الزعيم، لكن الزعيم يستحق مجملنا داخل الدولة وخارج الدولة. تدري ليش سمي الزعيم؟ أيوة هو فاز الزعيم اليوم ولا لا؟ نعم إنه فاز وزعيم بن ذروة فاز ولا لا؟ أيوة يستاهلون. إيه بالله نعم الربع يستاهلون. نعم إنهم يستاهلون وقدموا وقعدوا سبوق. نعم. سمعت؟ واليوم يوم الزعيم سواء في الكورة ولا في الركض. نعم خلونا نشوف لقاء الربع بعد الإنجاز الكبير ماذا قالوا الحصيلة. خلق سماء خلق سماء أتك طريق خلق سماء خلق سماء. ألف ألف مبروك وناموس طال عمرك. الله يبارك في عمرك يرحم والديك. أنا حقيقة يعني أنا أبي أقول لك قدمت اسم خطير جدا وجملكم وكان على الموعد، لكن هذا مش سؤالي. سؤالي طال عمرك كيف عندكم النوعيه هذه ويجي نوع من التوتر عندكم؟ الحمد لله على كل حال القعود سبوق وقدمناه للرمز ومع حلال مو هو بسهل، لا اللي جاي ثاني ولا ثالث ولا رابع ولا خامس ما حد قدم الا هو مستعد للرمز وشاد حيله للرمز ان شاء الله. نعم لكن الزعيم لك تعطيني سلاله الله يحفظك. سلالته سوداني بعير القرشي وامها سياد عند علي بن حمد على الحيدان ما شاء الله. نعم بس عرضه اليوم رهيب صراحه الحمد لله هذا توفيق جمل عرض جمل توفيق من الله. كنت متوقع العرض هذا اللي يقدمه اكيد العرض اللي بالشوط اكيد. نعم متى ضمنت الفوز؟ والله ما ضمنت الا بعد الخط. ما اعطاك مؤشرات القعود؟ لا القعود ما قصر، القعود خدم نفسه بنفسه. نعم ما في شك. نعم. لكن المؤشرات قبل الكيلو او كيلو و200 لا 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 كل القعده اللي معها قوام ما اقدر ما استهين فيها، لا اللي جاء ثاني ولا جاء ثالث ولا رابع. نعم وش يعني لك هذا الرمز الله يحفظك؟ ما اسمع الكاس هذا ايش يعني لك الكاس اليوم؟ يعني مثل ايش؟ يعني وش يعني لك الانجاز اليوم؟ والله شيء كبير ما تصوره. عادي يذيب. نعم. عادي بيض. نعم. الله وجهك. انا بيروح لهذا الرجل للامانه. أيه. اخونا عبد الله الله يعطيه الصحه والعافيه. أيه. هذا قال كلام ونفذ. انا يعجبوني النوعيات هذا بعد. بيض الله وجهك بيض الله وجهك هذا توفيق من رب العالمين. لا انت قلت لي طال عمرك للامانه. صحيح. قلت لي اني وعدت ووفيت. نعم صحيح وهذه لما تحدث وعدتك عقب الشوط ووفيت بالوعد. نعم انك تستاهل وحتى لو ما سبق الزعيم كان على وعدي انا كان عادي يذيب. لا بالله الزعيم يبيض الوجه ويجمل ما عليك سودنا وداخل لكن الحمد لله. كنت متوقع عرضه هذا؟ والله احنا متوقعين منه. لو متوقعين منه ما قدمناه في الشوط الاول بشوط الرمز الاشواط واجده. لو متوقعين من هذا العرض ما قدمناه. لكن القعود يعني يجمل. ليش تاخرتوا فيه على الرمز؟ والله اتعرف عامل الجو. واللي معه قعدان ما هي بسهله لا اللي قدامه ولا اللي وراه ما يساهم فيها. كلام صحيح. هي نعم وهذا الشوط يبغى له تخطيط. نعم انك صادق وهذا توفيق من رب العالمين. لا الرموز اللي راحت المؤسس الامير الوالد هذا النوعيه ما القعود للعلم. القعود ترى ما شارك ولا شارك لها الا بعد المؤسس. ما كان جاهز. لا ما كان جاهز. اها وحتى ما رصص الا بعد المؤسس. القعود هذا ما رصص الا بعد المؤسس. المحليات ترى ما شارك فيها ما شاء الله. نعم القعود كان مو بجاهز وتوه عسيف ترى ما
شاء الله عليه. لا والله يجمل طال عمرك. هذا الانجاز اللي انت تهديه الله يحفظك. ما يحتاج اهديه له شعار بن ذروه، مشجعين شعار بن ذروه. اليوم فرحتكم عارمه. ما يحتاج. وبعدين بعدين تعرف رمز وسياره على المقيض تقيض وانت مستانس بعد. وانت تسهلون الامان. سهل خير. بيض الله وجهك وارجع واقول لك انك وعدت ووفيت. ووجهك ما عليك زود. وهذا شيء طيب. ما عليك زودنا في دخلك. الله يبيض وجهك. انا بروح على هذا البطل. كل العالم يعرفونه ويكتب واتمنى انك تكون موجود طال عمرك. يا مرحبا جار الله ناموس طال عمرك. مساء الخير وعافيه الله. بيض الله وجهك. اكيد انتم تعرفونه، هذا نجم منتخب ونجم نادي الريان. وتفضل. ولا نقاطعك، تعرف هذه البطوله. نعم. البطوله راجعه لكاس اسيا ولا الكوره بالذات. الله الله. والبطل هذا بعدين لازم اي لازم نشيل كاس اسيا. وجهك الله يستاهل بذمتك. الله خير الله. يا مرحبا وغلا علومك كثير. طيب الله يرحمه. يا اخي انت افتقدناك في الكوره. الله يرحمه. الله يرحم والديك. اليوم المهرجان فيه علاقه مع الكوره عشان كذا انا موجود اليوم. بيض الله وجهك. جملكم الزعيم اليوم. الحمد لله رب العالمين. جملنا وهو عن شايب ان كل ما تقدم في مكان يتجمل جل عمره طويل. بس انا عندي سؤال طال عمرك مو عن القعود. سؤال ثاني الله يسلمك. انتوا الحين طال عمرك انت واحد من من كتيبه الرهيب. ايوه. ليه ما سميتوه الرهيب؟ ليه مسمينه الزعيم؟ الزعيم والله الاسامي واجده عندنا قعود اسمه الرهيب وان شاء الله يجمل ان شاء الله. نروح. لا لا كلهم واحد. هذا سادي مداعبه. هذا الانجاز من تودي الله يحفظك جل الله. والله وش هذي للشيبان. أبي سعيد بن جرّة بن ذروه وعلي بن ذروه وعبد الله ومحمد العمار مطول ما قصر، وهذا هم أساس الخير وبركة. واللعيب أخوانك اللي خذوا كأس آسيا وجملونا شو تقول لهم؟ بيض الله وجيهم. بيض الله وجيهم وإن شاء الله نشوفهم في كأس 2022 يجملون بعد إن شاء الله. إن شاء الله في كوبا أمريكا بعد قبل. بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. عذبون الأورجواي إن شاء الله. إن شاء الله والله أنا مشكلة شوي لكن ما يقصروا إن شاء الله. والزعيم يوم أخذ الرمز كان يعني ما أخذ الرمز شكرك ما يحتاج ناموس أبو جل الله ناموس الجميع كله. نعم إنه يستاهل. الله وجهه وجه أخواننا المطلق كلهم هذا الفعل الطيب. الله يطول عمره. الشوط نار ها؟ إي والله نار. شدنا نار. يجيك فوتو فينش ما يحتاج ما يحتاج قال الله ما أبو جل الله الأمور ذي. كفو بيد الله شدنا يستاهل. طول عمره. لكن فوتو فينش يخرج يخوف الوضع ها؟ يخوف اللي هي خوف اما اللي مثل ابو جر الله ما يخوف. سلام عليك باذن الله. طول عمرك بسان. هو سهل العود. الله يطول عمرك. زين اسمعني قول لي لا اله الا الله كيف حي. كانت شعوركم في السياره وانتم تتابعون الشوط؟ شعورنا ما يحتاج قعودك السبوق واللي تهقي فيه فعل طيب وفي رمز ما يحتاج مثل ما قال الوالد. عادي بسألك سؤال ثاني. اخر سؤال كثر اسئلتك يا مشعل. اخر سؤال منو هداف آسيا؟ هداف آسيا ما يحتاج. منو؟ لاعبنا. اي منو؟ معز علي. الله اكبر عليك ما انت سهل. ما يحتاج. مدرب المنتخب منو؟ هنا الوهقه جات. توطي من بغاح الناس يوفك في الوضع دون الوطن مخلب وعين في كل وقت وكل حين. طيب نبارك لي البريد كافة حقيقة هذا الإنجاز الكبير وهذا التألق الرائع جدا في يوم كبير حقيقة. وبالتالي بن ذروة وبن جبران هم من أنهوا الدور الأول من كأس آسيا برموزهم حقيقة التي حققت. لكن نحن انتصرنا على لبنان وانتصرنا على كوريا وانتصرنا على السعودية في كرة القدم. علينا ثقيلة يا بلادنا ماهي علينا ثقيلة حنا حسبنا حساب سودا المقامين من حاجة المستحيلة بالله يجيب الحاجة المستحيلة لا يترب رجاله ولا يسرج الخيل طيب إذن هذا هو الدور الأول
وجزء من الأهداف التي رصدناها لكم. وبكرة إن شاء الله يأتي دور 16 اللي هو في سن طبعا في سن اللقاية راح يكون في كرة القدم. نتابع سويا، فزنا على العراق في كرة القدم وعندي علامة استفهام هناك في سن الجداع طبعا في سن اللقاية، لحد الآن ما تحدد من هو بطل المشهد في كأس آسيا للهجن. في الدور ربع النهائي فزنا على كوريا الجنوبية 1-0، طبعا النتيجة 1-1، عرفت شون؟ وهناك إلى الآن لم يحدد في سن الجداع بكرة إن شاء الله. هذا راح نأخذه أكيد مع سالم بن حمد بن سلمين بعد شوي بتوقعات اللي يتوقعها من سيكون على الموعد. لكن خلونا نشوف النتائج الفترة المسائية كاملة كيف كانت، وأيضا من حق الملاك أن يتابعوا أبرز نتائجهم. تحدي وشومك حاني حان، يا هلا الهجن كل يحتزم للوعد. حاني وقتك تحدي وشومك حاني حان، يا هلا الهجن كل يحتزم للوعد. حاني وقتك طيب هذه هي النتائج. نبارك أكيد لكل الفائزين، نقول لهم ناموس وبيض الله وجيهكم، وإن شاء الله من تميز إلى تميز يا رب العالمين. واللي ما حققوا الفرصة مؤاتية إن شاء الله بكرة، وعندنا بعد بكرة، وعندنا اليوم المنتظر أكيد اللي هو يوم التحدي بطبيعة الحال لمهرجان كبير The Best، يعني الأفضل راح يكون أكيد في ذلك التوقيت يوم الخميس إن شاء الله، يوم الخميس أحيانا الله. اليوم حقيقة سوينا احنا لقاءات، يعني اليوم حتى زيد بن محسن، تعرف زيد بن محسن بن ديرة تعرفه معروف، الله ونعم أمسيه بتحية حارة حقيقة. اليوم مسألة رجل هو ما يتابع الكورة بشكل كبير، لكن اليوم مسألة أقول له من هداف آسيا، أقول له من المدرب المنتخب، يجاوب ما شاء الله، يقول حقيقة تابعناكم في الظهر واستفدنا بعض المعلومات، وإحنا أيضا نبي نطلع شوي من الميدان ونعطيكم الجانب الآخر لهل الهجن، هل يعرفون المدرب، هل يعرفون نجوم آسيا القطريين، هل يعرفون الأهداف التي سجلت. رصدنا مجموعة منهم حقيقة ونقدمها لكم عبر الحصيلة، نتابع. من هو هداف آسيا في كرة القدم الأخيرة؟ لأن هذا مهرجان آسيا. والله انشدني طوم من الشحانية وكذي ومن راكض كلا من كل هذا سلم. والله لم يحضرني، انشدني من الهجن وفارق طيب من الهجن اللي خلت الرموز وفارق طيب من ورا. كأس آسيا هذه. ما وش اسمه غششني زين. معز أو معز أو ماز. المعز أيوة. المعز. المعز. نعم. علي. علي. هداف آسيا والله معتز علي. المعز علي. معز علي. أيوة. ما فيك حيلة والله مشجعين لأن أبي حن. يوم خذينا كأس آسيا آخر منتخب قابلناه وخذينا الكأس منو؟ اليابان. سلام سيد قطاوي فيك حيلة. أفضل حارس في آسيا بسرعة سؤال بسيط. ما عارفه والله. والله ما عارفه. في بطولة الأخيرة يا أخي الله يهداك يا مجلس دراني فيه يعني. سعد الشيب مده الله يعطيك الصبر. والله ما فيك. مدرب منتخب قطر شو اسمه؟ مشعل. والله وضع ناصر الاسمه بس هو اسباني. حياتك يا شيخ. فريقي اللي حبا
لا يا جماعة يعني أوكي في ناس يعني يعرفون وفي ناس ما يعني ما يتابعون, فضروري الواحد يعني يعني شوف ما شاء الله سالم بن حمد سالم ما شاء الله ملم في كل الأمور ما شاء الله تبارك الرحمن. سالم أفضل لاعب في آسيا من معروف أفضل لاعب مش الهداف عشان تعرف أفضل لاعب في البطولة الأخيرة هو يا المعزالي بيض الله وجهك. زين المدربنا منه شوف عشان نعلمكم ما شاء الله يعني انت الحين بأسألك يا مشعل لا بس عشان تتكلم جد يعني تسألني هالأسئلة عشان أنا يعرفون. أنا ما راح أجاوب لأنك أنت أسئلتك هذه شخص مثلي لا اسمع والله أنا شيء. غير قابل أني أنا أجاوب على أي سؤال أنا في ذمتك اسمعني اليوم زيد محسن يقول أنا استفدت منكم شوي معلومات وطلع يعرف ومعنا الرغم أنه ما تابع المعلومات إحنا يعني المعلومات مو بشرط الواحد يعرف لا بقول لك حاجة المعلومات هذه الكل يعرفها لو يجي لك واحد في الشارع أيوة. سمعت من الأطفال أعطاك المعلومات هذه اللي فجي أنت سألني أنا ما راح أجاوبك إياها لا بالعكس عشان ينور اللي ما يعرف يا سالم بعض الأسئلة سالم سمعت. ما يجوز كذا يا أخي نور عط مباشر لا. من عندك أنت مباشر لا أنا سالم ما راح سؤال لحظة الحين كل اللي موجودين في قطر خلاص. يعرفون الموضوع هل في ناس ما يعرفون 99% يعرفون كلهم يعرفون نعم كم هدف سجلنا إحنا في كأس آسيا يوم خذنا البطولة كم يلا هذه معلومة صعبة أكيد جاوب عليها قلت لك الأسئلة هذه أنا ما راح أجاوب ولا على أي سؤال كل النتائج والله عارف تعرف أنت كم شلون تعرف كم نعم كم هدف سجلنا من الدور لا من الدور الأول من الدور الأول لآخر لين توجنا بالكأس في إحنا لعبنا 7 مباريات صح زين في كأس آسيا لعبنا مع لبنان كوريا ساعدني السعودية فزنا عليهم كلهم بعدين لعبنا مع العراق فزنا عليهم بعدين لعبنا مع كوريا الجنوبيه فزنا عليها ترى خالد جاسم قريب هنا برنامجه لا الحين برنامج لحظه لا يا اخي هذا ربط مع هذا هذا عطنت المعلومه من عندك علشان كم هدف سجلنا بس عشان نعرف سجلنا رقم بس انا اتذكر فيه 2-0 فيه اسمع فيه 2-0 فيه طال عمرك 4 ايوه برافو عليك 4 على من اسمعني 4 على الامارات 2 على السعوديه ايوه برافو عليك الباقي كملها انت من هذه صارت 6 ها وذاك اللي يقول طيب اوكي خلاص احنا 19 هدف سجلنا ايوه 9 اهداف منها هي المفروض المعز علي واحد ضاع المفروض نكمل ال 20 بس الله 19 تدري ليش على السنه 2019 يا عيني يعني حتى بالرغم هذا الكلام اللي انا اقول لك ما شاء الله شوف كم هدف استقبلنا واحد من اليابان بيض الله وجهك يعني عليك شوف انا اقول لكم هذه المعلومات خطير حتى الهدف كان غلط ولا كان تنتهي المباراه ولا هدف اللهم لك الحمد انا اقول لكم الامور هذه مهمه جدا يا مشعل الامور هذه انا اتوقع ان كثير الشباب عارفها يعني حتى هل الريس اللي هم الشباب الصغير عارف لما تجي يعني الناس اللي كبار في السن لا يدرون انك فزت وعلى من فزت بس ما يعرفون ما يتذكرون حتى حلالهم وين جاء في الامير الوالد الماسس تجيهم عن مباراه قبل شهر والله العظيم كلام سيء هذا الحين نقول لان يا اخي سالني قال المدرب من في واحد سالني قال المدرب منه كنت مدرب معروف اشهر من نار على العلم لا بيسالونك في ناس واجد من هل الريس بس انا ابغي يكون فيه شيء بديل تجي الحين الكوره زي. صادق صح الحين بس ابي اقول للرجل اللي قال لي هذا حسان بيعطيك المدرب الكبير اللي حقق كاس اسيا تفضل لا ما العين ما تعلى على الحاجب انا قد قلت لك انا ما عاد مجاوب على لا بس انت جاوبت الارقام هدفك من السؤال انا ما نبجا على اللي تبغيه زين لا بس ابي انوره بس لا خلاص ها ما يحتاج زين اذا هو المدرب طبعا الكبير الاسباني ابدا كنت تعرفه هو فيليكس سانشيز شريف غيري أعطونا أسماء بكرة مرحبا أخو محمد الله يهديك الله يرحم والديك بيض الله وجهك ناموس المطلع الموعد عصا ابطال ناموس ابو محمد ايش قلنا لك حنا 3 مرات وباقي الرابع ان شاء الله الله طماع لابد من الطمع الله لابد من الطمع سبتنا الحمد لله 3 ايوه باقي الرباعيه ان شاء الله وبحتجي بنسوي لك استوديو هنا في العزبه
طيب بكره عندنا قلت لكم الدور الثاني وعندنا الدور ربع النهائي بكره ان شاء الله في ميدان الشحانيه. في عندنا اللقايه الفتره الصباحيه راح تكون والجداع الفتره المسائيه، لكن خلونا نشوف اول شيء اللقايه البكار. طيب هنا عندنا 21 اسم في لقاية البكار. سالم عطني الله يحفظك، اكيد هذه معروفه عندك. ها معروفه طال عمرك. تبغين اجاوب ولا بعد؟ لا ابيك يعني نوع من التحفظ. تعطيني الابرز. لا ما بي، واذا تبي تعرج على قولة حميد عرج، لكن عطني. عندك شخصيه زين البنجر حق بكره قويه. حلو سمعت. وفي عندك رسلان الفهد بن عميران زين. في رصيدها سياره وصيف سياره. هذه ابرز الاسماء او اخطر الاسماء. ها نعم. طيب ترشيحك او صوتك وين يروح؟ والله بين البكرتين هذه. بكره بيكون انا اشوف بكره بن جرح بكره. اها اتوقع انها بكره اللي بتكون شخصيه. ها اي نعم. طيب سالم راح مع شخصية علي بن صالح بن حمد بن جرحب. مثل ما قال حميد الله يذكره بالخير نعرج على اللي هي بكرة بن عميران اللي هي رسلان. اللي هي رسلان. رسلان طيب لكن ترشيحك مع شخصية. زين أيضا عندنا 18 اسم في اللقاية القعدان نتابعها. حان وقت التحدي وشمك حان حان يا هلا الهجن كل يحتزم للوعد. طيب سالم هذه بعد ايضا اسماء قويه معروفه اكيد. نعم. في عندك طال عمرك براق سعيد بن عبد الهادي حاصل سابق وحاصل على سياره الظهر. وفي عندك طال عمرك عافور. في اكثر من اسم. في قعدان اثنين الفايز وفي السيليه قعدان اثنين قويه. ايوه في اكثر من اسم لكن انا بروح مع عافور. مع عافور رقم واحد. اي نعم. لعبد العزيز بن صالح بشريدة. نعم. هذا سابق حقق رمز من قبل لا إيه؟ بس القعود قوي وسابق لها اكثر من سابقه. هذا اللي هو عافور. اي نعم. وعرجت على من الاخطر او اللي ينافس؟ هو براق لي رقم 13. رقم 13 سعيد بن عبد الهادي. نعم سعيد عبد الهادي الشهواني الهادي المحيط الهادي. هذا القعود سابق يعني ما طلع ما صدر عليه اوامر بيكون بينها وبين عافور. لكن يا مشعل اللي هو براق يعني شفنا منه استعراض ما اطلب منه. انا اقول بكره بيكون رقم صعب اروح مع براق. انت نغير يعني. اي نعم. طيب يروح مع براق. مع براق نهائي. نعم. طيب بينه وبين قعود ابو شريدة. اي لكن ترشيحك وين الله يحفظك؟ مع براق. مع براق. طيب اعطونا شوط الجداع البكار. طيب هذه اللي راح تكون إن شاء الله بكرة في الفترة المسائية كؤوس الفترة المسائية. عندنا أيضا 20 اسم. سالم الأبرز. والله فيه ذهيبة الخالد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين. وفي حدث الهجن السيلية أروح مع حدث هجن السيلية. مع حدث هجن السيلية للسيلية واللي والأخطر في الشوط بعدها أو عليها ذهيبة. وجهة نظرك الذهيبة. الذهيبة لي خالد بن سيف. لخالد بن سيف. طيب آخر الأشواط الجداع القعدان عندنا أيضا أسماء كبيرة حقيقة وصل إلى الرقم إلى 30 قعود في هذا الشوط عدد كبير نتابعهم.
حالي وقت التحدي والشباك حاني حان يا هلا الهجني كل يحتزم للوعد طيب الثلاثين اسم هذه سالم الأبرز عدد كبير ها؟ عدد كبير ولا أنت عارف منها شيء أنت ما أنت بعارف قاعد الناس لا 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 أنا مس أسمع أنا مرة رش سالم أنا مرة رشحت اسم أحرجت الكل حقيقة لا تخليني أرشح الحين وبكرة يلا رشح لا بس أنا ما رشح لكن لو رشحت يجي على طول في كان كل يدين ويصلي لا 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 إن شاء الله إني أصلي وإن شاء الله إني أرشح الحين معك يلا عندك مسكت العبد الله بن علي بن ترحيب النايفة أيوة وعندك برياف رياض صاحب رمز العمانيات رياض في الختامي أي برياف قرياض زين هذا صاحب رمز تقول يا أي نعم في أي مهرجان في الختامي الأمير ختام الأمير أي نعم يعني صوتك وين يروح يروح مع غرياف رقم 22 رقم 22 زين والأخطر بيكون قعود الشهواني مسكت الأخطر أي نعم قعود اللي هو أي نعم قعود بالنايف بالنايفة لا الحين أنت مسكت الحين مسكت أنت قل أنت أبي لا اللي أيوة اللي تبي ترجع عليه اللي بترجع عليه هو إياه اللي هو قعود رقم 9 اللي بعرج عليه رقم 9 اللي مسكت لعبد عبد الله بن ترحيب بالنايفة الهاجري أينا. لكن ترشيحك مع غرياف ها أينا. زين سالم راح في اللقاية مع شخصية ومع براق في القعدان وراح مع الجداع مع حدث ومع غرياف أينا. صحيح صحيح طيب هذه ترشيحاته وبكرة إن شاء الله الوعد راح يكون في ميدان الشحانية فترتين فترة صباحية وفترة مسائية نتمنى تكون الإثارة مثل ما شاهدنا اليوم إن شاء الله ونلتقي إن شاء الله يوم غد شكرا لك سالم يعطيك الصحة والعافية والشكر موصول لكم أنتم على حسن المتابعة وفي نهاية الأمر لكم تحياتي وفريق العمل إلى اللقاء